وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن السيد ثائر عبد العزيز الحاجي، خبير استراتيجي ومدير صحيفة ليفانت اللندنية. أهلا بك سيد الكريم في نشرة الثالثة. إذن ما أهمية انعقاد اجتماع مجلس رؤساء الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تستضيفه مملكة البحرين؟ أهلا بك عزيزي، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا انعقاد هذا الاجتماع بمملكة البحرين يدل على أولا مكانة دولة البحرين العالمية والخليجية العربية، تأكيد كمان أيضا على أن مملكة البحرين بقيادة الملك حمد بن عيسى الخليفة تشهد تقدم وتطور في مجالات عديدة من السياسية الاقتصادية الاجتماعية السياحية والحقوقية. يعني اليوم ما فينا ننكر أبدا أنه مملكة البحرين اللي عم تشهد تحول كبير في مجال الحريات وحقوق الإنسان من خلال القوانين الجديدة الهامة اللي صدرت من وزارة الداخلية. هذا جعل من مملكة البحرين نقطة استقطاب اليوم ليشوف العالم قديش في تحول مشهود له بقيادة الملك وولي العهد حفظهم الله. هذا التطور بينعكس كثير مو بس على دولة البحرين، بينعكس على الدول العربية جميعا لحتى تحزو بهذا الحزو وتسير بنفس الخطوات مع مملكة البحرين. هذا الانفتاح جدا ملاحظ، يغلق الأفواه المشبوهة التي تدعي أنه ما في تطور ما في انفتاح، على العكس تماما. قوانين استبدال عقوبة السجون، بدء برنامج السجن المفتوح، إلى عقد ندوات في مملكة البحرين حول حقوق الإنسان، هذا يدل على تطور وانفتاح كبير ما شهدته بعض الدول العربية إلى الآن. ونحن فخورين طبعا بالغرب كأبناء عرب موجودين في أوروبا بهذا التطور وهذا التحول السريع والكبير اللي عم يتولى اهتمام كبير من القيادة مملكة البحرين. نحن يعني صرنا اليوم عم نتحدث عن أمور كانت كتير صعب أنك تحكي فيها بدول عربية، هذا كتير نحن بنفتخر فيه. الانفتاح، التطور اللي عم تشهده حقوق الإنسان في الدول العربية وبالتحديد مملكة البحرين، أنا حقيقة حابب أسلط الضوء عليه كتير مستقبلا، لأنه خطوات جبارة عم تشهد. نعم، من لندن السيد ثائر عبد العزيز الحاجي، خبير استراتيجي ومدير صحيفة ليفانت اللندنية، شكرا جزيلا لك.